إذا موضوع الإعلانات على يوتيوب عم يزعجك وبدك تأخذ يوتيوب بريميوم بس الأسعار هيك صايرة، البريميوم الأينسل لشخص واحد يعني ب 13 يورو تقريبا، وهاي عاملين إصدار جديد هو بريميوم لايت اللي هو أنجش رينجد، يعني ما بيوقفوا الإعلانات بشكل كامل، ففي ممكن تاخذها أنت ب 6 يورو بالشهر. فإذا هذا الموضوع مزعج وانت حاب تتخلص منه مثل ما أنا تخلص منه، ولكن بأفضل أفضل أفضل طريقة ممكنة وما تكون مخالفة، خليك معي، روح لعندي على البايو في هذا الرابط بتدخل عليه. بقلب هذا الرابط في كتير أشياء أنا عامل لمراجعة مفيدة ممكن تعمل لك جولة عليها، ولكن الموضوع اللي رح نركز عليه اليوم هو هذا الرابط. تفوت عليه رح تلاقي كتير خيارات كتير معلومات، ولكن تركيزنا اليوم على يوتيوب بريميوم بس. لازم تعمل حساب عليه إذا أنت حابب تشتري أو تشترك معهم. بدك تفوت على يوتيوب بريميوم ورح تلاقي خيارات متعددة، 24 شهر، 12 شهر، 6 شهور. فأنا عن نفسي أخذ هذا الخيار 6 شهور مع تجديد أوتوماتيكي، وبتروح على الدفع، تختار طريقة الدفع المناسبة وبتعمل أوكي. بعدين فورا بيجيك إيميل بالتأكيد على أنك أنت صرت عضو من هاي العائلة، ولازم تعمل تأكيد. فيك تستعمل اليوتيوب بريميوم بكل ميزاته بدون مشاكل وبطريقة نظامية تماما. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا بتحبوا نحكي عن اشتراكات تانية مثل نتفليكس فينا نحكي عنها المرة الجاي. والسلامات.